السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة المكسيكي الحكم المكسيكي، وجاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة بالتحكيم في كرة القدم التي حرمت المغرب من ضربتين جزاء واضحتين بشهادة الشهود المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبها، مطالبة الفيفا في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم 2022. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة المكسيكي الحكم المكسيكي، وجاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة بالتحكيم في كرة القدم التي حرمت المغرب من ضربتين جزاء واضحتين بشهادة الشهود المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة